بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ورب تكونوا بخير. احنا النهاردة هنجاوب على حضراتكم على سؤال بنتسأله بشكل مستمر، اللي هو الإضاءة الخاصة بالزراير في الكاسات الوان دين، كاسات دبل بيز. احنا دلوقتي هنجربه على كاسات من كاسات دبل بيز موديل DB503. هنجرب مع حضراتكم ازاي تغير الإضاءة بتاعة الزراير نفسها. بندوس على البكرة، هو الطبيعي او الستاندر بيبقى جاي اوتو، اوتو اللي هو بيبقى الالوان بيحصل ما بينهم روتيشن، يعني مثلا بتلاقي ازرق بعد كده اخضر بعد كده اصفر او ابيض واحمر وهكذا. الالوان بتقعد تستمر تتغير بشكل تلقائي من غير ما انت بتتحكم فيها خالص. لو حابب تثبت لون معين عشان تعمل لون يتماشى مع الطابلو، هنوريكم الطريقة دلوقتي. طبعا البيز التربل هتقابل كذا حاجة بقى في الاوبشن، احنا هنوصل لحد ما ده الايكولايزر الصاب، هنتكلم على الكلام ده. جينا لحد الاوتو اهو، الوايت الابيض مثلا، لقينا اليلو، بعد كده البربل، الاحمر والسيان، الجرين، البلو، يعني مثلا لو هنختار الازرق خلاص احنا كده اخترنا الازرق. كده الكاسيت شغال بشكل طبيعي. مفيش اي تغير هيحصل، خلاص اللون بقى ثابت، تقدر تتحكم فيه بشكل مستمر. دايما حابب تغير الالوان، حابب تخلي روتيشن ما بين درجات الالوان كلها، هو في 7 الوان بتقدر تختار من بينهم. وده كان الاجابة الخاصة بالسؤال اللي بنسأله بشكل مستمر عن الالوان الخاصة بالزراير الكاسات الواندين. استنونا في فيديوهات تانية ان شاء الله، لان احنا هنجاوب على كل اسئلتكم وهنعمل فيديوهات او سلسلة فيديوهات احنا بالفعل بدأنا فيها في الكاسات البلت ان والكاسات التاتش الـ7 بوصة، وهنبتدي نرد على اسئلتكم بخصوص الكاسات الواندين. وشكرا، وتابعونا في الفيديوهات الجديدة.